27 ايوب نناح يسجل الهدف التعادل. اذا هدف التعادل للفريق الجديد ايوب نناح. يمكن نقول بانه اعاد الفريق الجديد في المباراه عقب هذا الهدف الاول. يعني بانت لنا بعض الملامح بانه الفريق الجديد كيبحث عن العوده في المباراه. شاهدوا الان التمريره ايوب نناح، يمكن نقول بانه ما لحمش الكره في هذه المحاوله، استغل افوا سدد، وبالتالي هذا هو الدور اللي كيكون لاعب مهاجم راس حربه، يمكن ترجع من وراء المهاجمين كتكون عنده ديك الرؤيه. ايوب نناح الان طرقت الان مباراه اخرى بالمدرجات وايضا مباراه اخرى على الملعب. الان فريق دفاع الحسن الجيدي يمكن نقول بانه الصفقه الهدف الثاني. طام عمر قلت بانه احداد سدد القائم الايمن. اذا نتابع احداد هيئ الكره بيراميغري، حصر كره سدد بقوه والهدف الثاني. اذا فريق دفاع الحسن الجيدي استفق من الصفعه والان هدفين لواحد. اذا فريق دفاع الحسن الجيدي يسجل الهدف للفريق الجديد. نتابعوا طام عمر بناء هجومي جيد، رفع الكرة ايوب نناح والحددي هيئ الكرة بالرأس للاعب الحسنوي الذي لم يترك ادنى فرصة لفريق نهضة بركان من اجل تصدي لهذه المحاولة. وهدف ممتاز لفريق الدفاع الحسني الجديد. إذن الحسنوي يسجل الهدف الثالث. أعتقد بأنه هذا الهدف غادي يغير كثير ملامح هذه المباراة، غادي يغير كثير ملامح هذه المباراة. الفريق الجديد نتابعوا الان امير الكاس رفع الكره، كانت متابعه جيده من النمساوي وايوب الكعبي نسلي المدافعين او لاعب امير الكاس هو الذي سجل هذا الهدف. يمكن اقول بانه الان غادي نتابعوا مباراه. اعتقد بانه الهدف الثالث الذي سجله الحسنوي هدف. تشاهدوا ايوب الكعبي تموقع الكره بشكل جيد ولكن النمساوي هو اللي اهدى هذا الهدف. تموضع كان كذلك خاطئ للحارس يحيى الفيلاني. اذا على العموم ثلاثه الاهداف اثنين على سيناريو هذه المباراه. اي 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 على سيناريو هذه المباراه، مباراه عجيبه وغريبه، مباراه عجيبه وغريبه. الهدف الثالث قلت بانها مباراه عجيبه وغريبه. هدف ثالث، هدف ثالث للفريق ايوب كعبي. يمكن اقول بانه هذه المباراه ستعرف اطوار مؤثره. تابعوا هذه المحاوله، يحيى الفيلاني ما تمكنش وايوب الكعبي يعود من بعيد. شاهدوا الكره كانت صعبه، ما كانش خروج الحارس تصدى لها في هذه المحاوله، ولكن ايوب الكعبي يسجل ويعود. شاهدوا التموضع كان كيبحث عن الكره
وشكل علامة فارقة بالنسبة لفريق نهضة بركان. إذن نشاهد عبد الرحيم طالب أكيد بأنه يتحسر على على مباراة عجيبة وغريبة. اي 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 سبعة أهداف خلال هذه المباراة، سبعة أهداف وما زالت الحصة قابلة للزيادة، ما زالت الحصة. انفجار هجومي خلال هذه المباراة، بلال ميغري يسجل الهدف الثاني، بلال ميغري يسجل الهدف الثاني. إذا يخترق الدفاع، انزلاق لم يكن موفق لمدافع فريق نهضة بركان، وبلال ميغري يسجل الهدف الثاني. اوي 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 الثاني الشخصي له والرابع. سبعة أهداف وما زالت المباراة فيها بقية وما زالت